في شخص يريد أن يدخل الإسلام، ويعني هناك زميلة لها قالت بأنه ممكن أشتري له مصحف مترجم بالفرنسي، ممكن مترجم معاني القرآن باللغة الفرنسية ممكن أو الإنجليزية أو أي لغة، لكن بشرط. تقول له هذا عارية، إعارة، ليس ملك له، بمعنى أنه متى ما إن انتهى منه تأخذه، فإن أسلم قالت هو هدية، إن لم يسلم أمنت على المصحف بأنه لا يقع يعني مواقع غير مرضية تخل بعظمة القرآن.